كم في جيزان جازان. هل في مدينة اسمها جيزان؟ لأن بعض مثلا زي الحسا. نعم. ويوم تجي الحسا تلقى الهفوف وتلقى المبرز وتلقى. نعم مرحبا. زي القصيم بعد ما تدري في مدينة اسمها القصيم. أنا كنت أحسب إن في مدينة اسمها القصيم. لا جيت القصيم لقيت بريدة وكيرية وعنيزة. لا جيزان فيها جيزان ولا لا؟ جازان. جازان جازان وفيها مناطق يعني هي جازان السنتر المركز المنطقة جازان وفي لها مناطق أخرى يعني من أكبر المناطق صبية أبو عريش محافظات صبية أبو عريش ضمد هذه أكبر البيش هذه أكبر المحافظات فيها يعني والأسواق اصبر يا خالد والأسواق الاسواق هو باقي هو ذكر فيه ديره عندهم برضو جنب جيزان اسمها الداير وفي مالك واروف هذه الحاله ولا مع جيزان لا 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 والعدابي ومن العدابي هذه جيزان جيزان الام ولا القرى عندها ايوه عندك قرى عندك محافظات وعندك قرى طيب ابو سيف اسال عن الاسواق الشعبيه اللي تحت ثم الصباح ولا العصر انا لما اتكلم عن سوق اتكلم عن يعني عن شيء معين عن السوق بشكل عام عن الحياه بشكل عام عن اللي هو التوجه اللي احنا متوجهين له الان اللي هو رؤيه 2030 فلما نتكلم عن شيء جديد ما يتكلم عن القديم ايوه نتكلم عن شيء جديد انا اعطيك فرق بين الاسواق اللي الشعبية. الفعليه والشعبيه اللي مبنيه ومعموره الان فانا لما اتكلم عن سوق اتكلم بشكل عام يعني انا يعني الان الوضع ايش يطلب بعد خمس سنوات يعني انا الان دخلت اللي هو تخصص مثلا اداره الاعمال بعد خمس سنوات فين توجهها انا ما ادخل اللي هو لليوم وخلاص يعني فين توجهك فين انت تبغى حتحصل معارضة من اهلك حتحصل معارضة من ابوك من امك حتحصل من اقرب الناس لك من جيرانك من حتى الناس اللي انت معاهم وتجلس وتاكل وتشرب معاهم ولكن في النهاية انت اللي حتعيش تعيش حياتك زي ما انت تبغى مو زي ما الاخرون يبغون يمكن سؤال على التسمية شو الفرق بين جازان وجيزان وليش سميت الآن عدلت من جيزان إلى جازان؟ جيزان هذا الاسم القديم يعني الآن جازان يعني في التوجه وفي يعني بعد ما اعتمدوا اللي هو اعتماد رسم الاسم فتقريبا الاسم جازان شامل لجميع المناطق وجميع المحافظات وجيزان هي المدينة؟ لا هم معتادين على هذا الشيء اهل المنطقه معتادين على هذا الشيء انه جيزان هي المدينه هي جيزان حدودها تمتد من الشقيق الين الطوال تقريبا 120 كيلو تمام هذه منطقه جيزان لا كلمه جيزان وجازان لا 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 تصحيح بس تصحيح لغوي منطقه جيزان من الشقيق الين الطوال هذه من يعني من الشمال للجنوب ومن الشرق حدودها بني مالك فيفا هروب جبال السروات طبعا جبال السروات تفصل جيزان عن ظهران الجنوب ونجران وهذه المناطق الجبلية يعني الريث هروب بني مالك داير فيفا لين جبال دخان الحدود ومن الغرب يجي البحر